أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا سجلت بمحافظة إربد خلال أسبوعين، رقم ترى فيه لجنة الأوبئة أنه كبير إذا ما قورن بالفترة الماضية، لتوصي بتجديد إجراءات السلامة العامة وعزل لواء الرمثة ومنازل في المحافظة. والله شوف يعني التزام الناس تقريبا نقول 60 أو 70% في منهم ملتزمين و30% مش ملتزمين، لكن احنا بنقول ان شاء الله يكون الالتزام كامل حتى انه هذا الوباء ينتهي او انتشاره بهذا البلد ان شاء الله، لكن احنا بنقول ان شاء الله بنحاول نلتزم اكثر حتى هذا الوباء يبعد عنا اكثر. الناس بيطلعوا معي ما بطلع حدا بالسياره الا ما يكون لابس كمامته، والناس هسه الاغلبيه الكل ملتزم يعني. والله انا بفضل الالتزام دائما لكل المواطنين بالتزام بالكمامات ولبس الكمامات والوقاية من الأمراض. وبالنسبة للحظر بفضل أنه ما يكونش حظر، وعلى المواطنين الالتزام حتى ما يصير حظر، لأنه بيأثر على الناحية الاقتصادية وبيأثر علينا إحنا كمان كمواطنين. إغلاق عدد من المنشآت التجارية ومخالفة أخرى لم تلتزم بشروط السلامة العامة وتطبيق قانون الدفاع 11 لدرء الخطر والسيطرة على أي بؤرة جديدة. بالآونة الأخيرة والخمس أيام الأخيرة الحمد لله لم تسجل لدينا في محافظة إربد أي إصابة. ليلة أمس تم فك 4 منازل في منطقة لواء الرمثة وعمارة في محافظة إربد مكونة من 14 شقة، ونحن الآن نعمل تقصي والإجراءات اللازمة على العمارات الأخرى. التزام السكان وتشديد الإجراءات، تقول الحكومة إنه كان سببا من انخفاض أعداد الإصابات داخل المحافظة، مؤكدة ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي. نحو 100,000 عينة جمعتها فرق التقصي الوبائي في المحافظة منذ بدء أزمة كورونا، وتواصل الفرق عملها للسيطرة على أي بؤر جديدة. أسامة المومني، المملكة، إربد.